شيخ الأزهر في حديثه الأسبوعي المتلفز يقول إن مسألة تعدد الزوجات تحمل ظلماً للمرأة والأبناء أحياناً كثيرة، ومن الأمور التي شوه فيها الفهم الصحيح للقرآن والسنة. التعدد حق مقيد، رخصة لابد لها من سبب ومشروطة بالعدل. تصريحات فسرت بطرق شتى، حقوقيون رأوا فيها إنصافاً للمرأة وتصويباً لفهم خاطئ، ومعترضون فسروها كإنكار صريح لنص ديني قرآني مباشر. شيخ الأزهر اضطر للخروج مرة أخرى بتصريح جديد للتوضيح، أكد أنه لا يدعو لتشريعات تلغي التعدد بل يرفض ذلك، ولكن حديثه الذي اقتطع من سياقه على حد قوله كان يركز على معالجة فوضى التعدد. هل تؤيدون تعدد الزوجات؟ وما القيود التي تضمن العدل حال وقع؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة على الهاتف 00442031620022، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحتي الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. لديكم قائمة مفتوحة كي تتواصلوا مع نقطة حوار، بدائل كثيرة، اختاروا الوسيلة المثلى بالنسبة لكم. ومنذ الصباح زميلي أحمد عبد الرازق يتابعها جميعا. أحمد أهلا بك. أهلا بك محمد. حوار قوي محمد، ويمضي إلى العديد من الجوانب. واضح أن الأمر في حوارنا اليوم لم يقتصر على تناول ما قاله شيخ الأزهر في مصر والذي أثار جدلا كبيرا، لكنه يمضي إلى جوانب جدلية أخرى تتعلق بالقضية نفسها، وهي قضية تعدد الزوجات. من يقدم عليها؟ وهل يحتاج التعدد لضوابط؟ وهل يبدو الجدل منطقيا بشأن التعدد بينما الظروف الاقتصادية تحول دون زواج الشباب حتى ولو لمرة واحدة؟ زوايا كثيرة محمد، وسنعرض لبعض منها خلال برنامج قدر ما يسمح به الوقت. سعود إليك أحمد، شكرا جزيلا. أنا أيضا معي مجموعة كبيرة من الأراء على خطوط الهاتف، وكما يمكن أن نتوقع البين شاسع ما بين أراء الرجال والنساء في هذه القضية. لكن سريعا أرحب بمحمد زينب أبو معن ومحمد كذلك، أهلا بكم جميعا. محمد مصري لكن متواجد في سلطنة عمان، أبدأ معه. محمد أهلا بك، كيف رأيت تصريحات شيخ الأزهر الأخيرة وقضية التعدد بالمجمل، كيف تنظر إليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الكلام اللي حضرتك ذكرته اللي هو على لسان شيخ الأزهر كلام ما فيش فيه مشاكل. التعدد يعني شريعة مقننة بقانون ومقيدة بشروط، وده كلام ما فيش فيه خطأ من حيث المبدأ، ولكن يتم دائما مهاجمة الشرائع زي الممارسات الإسلامية بشكل عام اللي في الشريعة الإسلامية، يتم مهاجمتها من خلال الأخطاء الفردية أو الأخطاء الشخصية اللي بتقع من ممارسي الشعائر بشكل عام. كان يتم مهاجمة النقاب أو اللحية أو مثل الهش أو التعدد أو غيرها عن طريق ممارسات شخصية خاطئة لبعض الناس، فيتم مهاجمة كل التشريع أو كل القانون السماوي. طيب، بس هو شيخ الأزهر أكد على فكرة أنه لا يهاجم الفكرة وحتى لا يطالب بتشريعات تقوم بإلغائها، لكنه قال بما معناه أن الأصل في الأمر ليس التعدد، يعني التعدد هذا رخصة يجب أن يكون مشروطة جدا. أي شروط تعتقد أنت يمكن أن تجعل التعدد مقبولا؟ هو الكلام سليم طبعا، التعدد له شروط. اعتقد هو الموضوع مش بحثي، ولكن هو العدل، والعدل بينقسم للعدل في المبيت والعدل في النفقة والعدل في التعامل ما بين الزوجات. اما الميل القلبي فده متروك للرجل بحيث انه لا يؤثر على الشروط السابقة الا وهي العدل في النفقة والعدل في المبيت. طيب، لكن العدل من حيث المبدأ قد يبدو منطقي جدا أو حديث سهل، هل تعتقد في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية كثيرة وضغوط بالكاد الشخص إذا كان لوحده حتى ربما لا يستطيع أن يتعامل معها، فكرة التعدد يمكن أن يكون فيها عدل سواء اقتصاديا أو اجتماعيا؟ يا فندم، هو في فرق ما بين الشروط وفرق ما بين انه يعني اقامه التشريع نفسه.
احنا تجاوزنا ذلك، فكره التشريع وان الرخصه موجوده، لكن العدل شرط. هل يمكن تحقيق العدل؟ العدل مش شرط، العدل ممارسه. اما الشرط التعدد، في حاجه اسمها شروط التعدد، شروط المقدره. اما العدل ما هو الشرط، العدل بعد كده هو طريقه ممارسه الشعيره. اما الشروط، ففي شروط اللي هي القدره زي ما حضرتك ذكرتها، في اللي هي الاقتصاديه والقدره البدنيه والقدره النفسيه والعدل يفترض يا محمد كذلك، والعدل كذلك، هذا ما قاله شيخ الازهر حتى. ايوه فندم، هو العدل شرط، لكن انت العدل مش شرط انت هتحطه في بدايه الجواز، شرط تحطه لاستمرار الزواج، ان يكون هناك عدل. يعني انا اتجوز الاول وبعدين اجرب اذا كان في عدل ولا لا، ولا والله على الانسان ان هو يتحمل عواقب اختياراته. محمد شكرا جزيلا. رأي محمد تحدث إلينا من سلطنة عمان. هناك آراء كثيرة أخرى، من بينها الآراء التي جمعت مباشرة من بعض العواصم العربية. كاميرا البرنامج تجولت في القاهرة تحديدا وسألنا عن العامل الرئيسي من وجهة نظرهم وراء فكرة تعدد الزوجات. والله يعني ممكن الملل أو الزهق أو النكد، يعني ساعات بيخلي الراجل يتعدد في الزوجات أو يبص لبره. المدام اللي في البيت هي الاساس طبعا، والراجل برضه، الراجل لما بيبقى متعصب المفروض هي تهدي شويه. غالبا في رايي بيبقى هو الحاله الماديه بتاعت الزوج ان هو قادر يفتح اكتر من بيت ويعدل ما بينهم. يعني اللي عايز يتجوز تاني دوا مش مثلا في حاجه معينه، يعني مثلا مش لاقيها في مراته اللي معاه مثلا. ممكن تكون ضغوط نفسيه، ظروف ماديه، ليها اكتر من سبب. هما بياخدوا فكره الدين دي كمحلل ليهم. اي حد بيتزنق دلوقتي فايا كان بقى المشكله ما بيفكروش ان هم يحلوها، بتبقى الغريزه. تمام، الحاجه اللي دي الحاجه الوحيده اللي هتخليه يعمل الموضوع دوت انه يتجوز واحده واثنين وثلاثه. تمام، والحاجه اللي هتمنعه فلوس بس. الست اللي بتقبل ده وتخضع لده بيخلي الراجل يتجبر ويخلي ده يبقى عرف السيد في المجتمع. انا زوجت راجل في مجتمع بيضغط على 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 الست على اساس انها تبقى زوجه تانية افضل من انها تبقى مركونه او عانس زي ما بيقولوا. في بعض المحافظات في جمهوريه مصر العربيه عادي ان هو يتجوز واحده واثنين، اهل تساعده في الارض، تساعده في الغيط، تساعده في المنطقه الزراعيه. فاحيانا هذه إذن آراء جمعت في عينة مباشرة من القاهرة، كما تابعنا الآراء على الهاتف متوالية. مرة أخرى أرحب بزينب وأبو معن وكذلك محمد، لكن زينب من المغرب على وجه التحديد، أهلا بك. فكرة التعدد وفي المجتمع المغربي على وجه التحديد، ما مدى قبولها؟ مساء الخير. أهلا وسهلا. هي الفكرة مثلها مثل باقي يعني في المغرب، مثلها مثل باقي الدول العربية. التعدد يعني مرفوض من طرف المرأة، لكن من طرف الرجل فهو يعني خاصة أصحاب أو ذوي الدخل المرتفع يعني يفكرون في زوجة أولى وثانية وثالثة ورابعة كما جاء في القرآن، لكن المرأة عادة ما يعني ترفض هذا. مجرد ما يفتح لها الزوج بأنه يريد زوجة ثانية فتقوم القيامة أصلا. طيب، لكن هو يفترض أعتقد في المغرب هناك ضوابط على فكرة الزواج الثاني، يعني الأمر ليس مطلق بالمجمل. لا، المدونة الأحوال الشخصية حددت بأن يخبر الزوج زوجته، لكن التحايل موجود من طرف الرجل. يعني هناك محاولات ناجحة فعلا، لدرجة أن الزوج يدلي بشهادة العزوبة، بالتالي فيتزوج الثانية دون أن تعلم الزوجة الأولى، وهذا ظلم في حد ذاته. يعني وخاصة بعض الرجال يعني يقترفون، إن صح لي التعبير، هذا الجرم قد يكون في مدينة أخرى، فيصعب على المرأة معرفة الخبر. هل معنى ذلك أننا بحاجة لقوانين أخرى يا زينب،
ولا ما الذي نحتاجه تعتقدي في هذه الحالة؟ والله عجزت القوانين، عجزت القوانين والشرائع كلها أمام دهاء الرجل. وهذا لا ينفي أن المرأة أيضا هي كذلك. يعني أنتم المرة الجاية ممكن تتحدثوا عن المرأة التي تزوجت اثنين أو ثلاثة، ربما موجودة عندكم في مصر ووجدت عندنا في المغرب. يعني طيب. لكن لما سمعنا الخبر بهتنا. السبب وراء ذلك، وراء فكرة لجوء الرجل للتعدد، أنت استمعت للآراء التي جاءت من القاهرة، وكل شخص حاول أن يطرح سببا من وجهة نظره لحدوث ذلك، من وجهة نظرك أنت ما المحرك الرئيسي لفكرة لجوء الرجل إلى زوجة ثانية؟ الأسباب كثيرة ومتعددة، لا يمكن حصرها في سبب واحد. بالتالي مثلا في الشهادات التي جاءت في الروبورتاج، ربما تحدث الشخص عن الرجل يعدد من أجل أن تكون الزوجة معيلا أو مساعدا له في الغيط. فمثلا في المدينة أظن أن هناك رجال ربما عندهم فائض مادي أو نزوات أو في يعني الأسباب متعددة. يعني هناك زوجة لا تلد فيلجأ الرجل إلى التعدد، هذا يعني مشروع مضبوط. يعني وهو ما قيل أنه ربما حالات بعينها قد يبرر أو يسمح فيها بالتعدد، أو حتى كما قال شيخ الأزهر أن الأمر هو رخصة بالأساس يجب أن تكون محدودة ببعض الضوابط. شكرا يا زينب. خليني أرحب كذلك بضيفتي عبر الأقمار الصناعية من القاهرة، الأستاذة نهاد أبو القمصان، المحامية ورئيسة المركز المصري لحقوق الإنسان. سيدة نهاد، أهلا بحضرتك. في نقطة حوار قلتي أن تصريحات شيخ الأزهر الأخيرة ربما تعد إنصافا للمرأة، لماذا؟ في الحقيقة هي تصريحات مهمة جدا، لأنه بيتم استدعاء الدين طول الوقت لتغطية فكرة التعدد، وكأنه يعني إيه تركنا كل الفرائض والسنن والمكرمات والمحببات وواصلين لأنه عايزين نكمل الدين بالتعدد، وده الحقيقة افتئات على الدين بالدرجة الأولى. ففضيلة شيخ الأزهر يعني أبرأ الدين من هذا الكلام، وإنه قضية التعدد ملهاش علاقة بالدين. عشان كده لمكانة الأزهر الشريف مش بس في مصر وفي العالم العربي، لكن في كل العالم اللي فيه مسلمين سواء أغلبية أو أقلية، يحظى الأزهر وشيخ الأزهر بمكانة مميزة ولها احترام شديد. خروج شيخ الأزهر بهذا التصريح في الحقيقة هو منصف للمرأة وللدين الإسلامي. بس هو في نفس الوقت يا أستاذة نهاد، ضيفتك الكريمة، هو في نفس الوقت لم يلغي الحق في هذا التعدد، وقال إنه ليس مع فكرة أن نضع قوانين تجرمه، لكن نوع من أنواع ما قال إنه ضبط فوضى التعدد. الحقيقة يعني أنا أقدر أقدر جدا أنه حتى لو كانت قناعة شيخ الأزهر بفكرة التجريم، هو عارف أنه بيتحدث بصفته إلى يعني مجتمعات متباينة الثقافة ومتباينة الفهم للدين، وبالتالي مفيش روجيتا واحدة أو رأي واحد هيصلح للجميع. يعني إذا نظرنا للتعدد حتى في القرآن الكريم هنكتشف أنه جاء ضمن أشياء كان من المفترض السياق الطبيعي أنها تحرم وتجرم مع الزمن. يعني لو بصينا على القرآن الكريم هنكتشف أنه التعدد ذكر في أكثر من موضع، وكله كان متوقف على شرط العدل، وفي أحد الآيات يعني ذكر فيها ولن تعدلوا ولو حرصتم. فاللي فهمناه أنه هذا السياق يؤدي إلى المحدودية بدرجة كبيرة، وبعدين التحريم أو التجريم نفس السياق اللي مشي فيه مثلا تجريم أو تحريم العبيد. يعني كانت لم يأتي نص قاطع في القرآن ليحرم العبودية، والآن العبودية مش موجودة على وجه الكرة الأرضية. لم يأتي نص قاطع في القرآن يحرم الخمر، والخمر مش موجود في الدول ذات الأغلبية الإسلامية على الأقل. ففي أشياء كتيرة نزلت في القرآن كان ما قالها التحريم التدريجي. يعني انت تعتقدي ان هذه يعني له يعني حسابات اخرى مقدمه مثلا قد ياتي بعدها تشريعات مباشره تمنع هذا الموضوع، ولا هتبقى مجرد ضوابط كما قال هو نفسه؟
في مستويين الحقيقة، في مستوى ضوابط بمعنى، وهو يعني ده اللي حصل في المغرب. لو بصينا على المدونة المغربية انه في ضوابط اللي هي ان التعدد بيد القاضي لازم يتحقق من الملاءة المالية للزوج وقدرته المادية والجسمانية والصحية لفتح بيتين، يعني يتأكد القاضي انه مش هيحصل ظلم. بالتأكيد بيحصل تلاعب زي ما الزميلة الفاضلة قالت، لكن يعني ما هي قوانين السرقة وقوانين القتل، تجريم السرقة والقتل موجودة في العالم كله، وما زال في سرقة وفي قتل. يعني فكرة وضع ضوابط هي بتحد من الاستسهال، وفي دول أخرى زي تونس بتجرمه تماما. فهنا هيبقى يعني ما قام به فضيلة شيخ الأزهر في تقديري هي خطوة مهمة لأنه يفتح الحوار في المجتمعات، وكل مجتمع يرى ما يراه مناسب في اتجاه التحريم التدريجي أو التحريم المباشر. طبعا احنا سنبحث في الوضع القانوني يا أستاذة نهاد، استغلالا وجود حضرتك طبعا معانا، لكن أيضا الوضع الاجتماعي كذلك. لكن اسمح لي أن أرحب ببعض الاتصالات الهاتفية أيضا كي تشاركك الحوار. أبو معا أردني لكن متواجد في الكويت، تفضل اطرح وجهة نظرك. أهلا وسهلا. طبعا السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيك. بداية أخي محمد، يجب أن نوضح بعض المفاهيم. أولا، التعدد ليس تراثا بل هو حكم شرعي، والحكم الشرعي يجب أن يؤخذ به لأنه جاء من الله عز وجل. فمن آمن بالله عز وجل وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن يجب أن يتبع الأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن. ثانيا، يجب الإشارة أن التعدد كان وما زال معروفا عند أمم الأرض جميعا بالمناسبة، وليس عند المسلمين فقط، فهو موجود كان عند في أهل الصين والهند والفراعنة والشعوب الجرمانية والساكسونية قبل وبعد الإسلام. متى يا أبو معن؟ متى كان هذا الأمر موجود في هذه الشعوب؟ من قرون طويلة. إذا نقرأ التاريخ، التعدد موجود عند كل الأمم. جيد، لكن من عشرات القرون. ما هو الناس كانوا بتاكل لحوم البشر في كثير من الأمم. أخي العزيز، ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام. قبل الإسلام كانت الروم والفرس كانت تعدد الزوجات أم لم تكن تعدد الزوجات؟ وين ألاف السنين؟ إحنا بنحكي عن 1400 سنة. ثانياً، أن الإسلام عندما جاء بالتعدد أو عندما جاء بالتعدد أو بحكم التعدد لم يأتي بالحكم كحكم جديد لأنه كان موجود أساساً، بل هو جاء بحدده، لأنه كان في السابق مثلاً الرجل يتزوج ما شاء 10 15 20 40 على كيفه كان يتزوج. إجا الإسلام وحددوا بأربعة. ثانياً، الإسلام لم يأمر بالتعدد، الإسلام جعل التعدد على أمر مباح ونظمه فقط. يعني طيب، هو خلينا في نقطة نظمه دي على وجه التحديد، نقطة التنظيم هذه على وجه التحديد، وقاعدة التنظيم من وجهة نظرك ما هي؟ ما هو شرط التنظيم؟ ومن ناحية العملية، هل هو سهل التطبيق هذا الشرط ولا لا بالنسبة للرجال؟ القصد، شوف، طالما أن الحكم جاء من الله عز وجل فهذا حكم ليس فيه ظلم، فمن يدعي أن حكم التعدد فيه ظلم هذا منافي للشرع. طيب، نحن مرة أخرى تجاوزنا ذلك يا أبو معن. أنت قلت أن هناك شرط تنظيمي، ما هو وهل من السهل اتباعه كي نصل لفكرة التعدد؟ قلت التنظيم بأربعة، اللي هو حدد الإسلام الزواج التعدد بأربعة، هذا واحد. واثنين، الموضوع اللي كثير من الناس بيصير عندهم لغط فيه اللي هو قضية العدل. طبعا العدل أخي العزيز ليس المقصود لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الآية ما قرأوش باقي الآية اللي قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إذن القصد في العدل هو الميل القلبي، العدل في الميل القلبي. الشيخ الأزهر نفسه قال إن العدل هذا شرط. أخي الأزهر، العدل في المواد المادية، في الماديات شرط. يعني إذا أنت عملت لهاي بيت لازم تجيب لهاي بيت. إذا جبت لهاي كيلو تفاح لازم تجيب لهاي كيلو تفاح بنفس الوقت. هذا في الأمور المادية العدل. لكن عدم العدل اللي بيرجعوا له الناس إنه أنت ولن تستطيع أن تعدلوا،
هذه الآية تخص الميل القلبي. طيب. يعني الإنسان لا يمكن أن يعدل بميله القلبي. طيب أبو معن، شكرا جزيلا على الوجود معنا، وطبعا لن أجادل كثيرا في فكرة الشق الشرعي لأن لا يوجد معنا متخصص في هذا الأمر، والجدل بشأنه يطول يا أستاذ نهاد فيما يتعلق بالتفسيرات المختلفة، لكن الوضع القانوني الآن في مصر ما هو؟ ما هي الشروط المطبقة حاليا على الأرض؟ وما هي الشروط التي يمكن أن تطبق في المستقبل الأقرب؟ طيب خليني أرد على المتحدث الفاضل أبو معن. الحقيقة هو قال كلام متناقض، يعني هو قال أنه حكم شرعي، فمبدئيا الموضوع ده موضع خلاف، وأنه التحديد يعني يكون بأربعة، لا في ناس عندهم رأي أنهم تسعة، يعني جمعوا مثنى وثلاث ورباع وعملوا الحرف الواو ده للجمع وليس يعني ايه لأغراض أخرى. ففكرة انه هو حكم شرعي والتفسير والإلزام ويعني قصة نختلف فيها من هنا للسنة الجاية. لكن كمان متناقض في انه قالك كان موجود عند كل الأمم، وهو ده اللي انا قلته بالظبط، انه كان موجود عند كل الأمم العبودية، كان موجود عند كل الأمم الخمر، كان موجود عند كل الأمم التعدد. لما جه القرآن وذكروا في اكثر من موضع في اتجاه التحريم التدريجي، لانه احنا عارفين منظومة قانونية واقتصادية واجتماعية كان شكلها عامل ازاي، في اشياء جت بأوامر قاطعة وفي اشياء جت للتحريم التدريجي. نرجع لنقطة حضرتك، هو فكرة القانون، احنا في مصر عندنا القانون لم يجرم ولم يضع اي قيود على التعدد الا في حاله، حاجه واحده بس، وهي ما هيش لا تجريم ولا قيود، هي شكل تنظيمي ضعيف للغايه، وهو فكره موافقه اختار، مش موافقه حتى، اختار الزوجه الاولانيه، يعني يروح يتجوز عادي خالص ما فيش اي مشاكل ويختار الزوجه الاولانيه، اذا رات ان ده في ضرر ليها فعندها مهلة 12 شهر تقدر تعترض فيها وتثبت الضرر. يعني حتى مجرد الزواج بأخرى لا يعني أنه هو ضرر في حد ذاته، لكن عندها حق مرهون ب 12 شهر اللي هي سنة، وإنها تثبت كمان الضرر. يعني الراجل الناصح كده يروح يتجوز وبعدين يدلع الأولانية لحد ال 12 شهر دول ما يعدوا ويعمل ما بداله بعد كده. ففي الحقيقة ده واقع معيب جدا. وأنا عايزة أأكد على حاجة، هو القضية ما هيش ظلم للستات بس، هي القضية ظلم للرجالة كمان. يعني الناس ما بتشوفش الخواتيم، إحنا في المحاكم وفي الحياة الاجتماعية بنشوف الخواتيم. أنا شفت رجالة اتجوزوا على زوجاتهم لواحدة تانية لا سبب بقى انه هو ميسور ماليا او عايز هتدلعه او انه هو يعني عايز هتشتغل معاه في الارض، ايا كانت الاسباب. الزوجة التانية هي بتتجوز برضو لاسباب اخرى، اسباب مادية ليها علاقة بهي عايزة ايه، حينما تنتفي الاسباب دي، يعني الراجل ده يتعب او فلوسه تقل، احنا شفنا بعنينا رجالة اتحطوا في تاكسي وكأنهم شيء وليس انسان وليه حقوق، وترمى على زوجته الأولانية وعلى الزوجة الأولانية إنها يعني تتفضل بقبوله أو رفضه. طيب لكن وفي أغلب الأحوال بترفضه لأنه في الحقيقة هو رفضها. لكن هذا أستاذ نهاد ينقلنا من فكرة القانون لفكرة المجتمع. ما تذكريه مفهوم وله كل التقدير طبعا، لكن هناك فئة أخرى ما زالت تعتبر أن المرأة الزوجة الثانية أو هي الزوجة الأولى اللي جوزها يريد أن يتزوج بأخرى أفضل كثيرا من أن تكون مطلقة أو بين قوسين، للأسف وهذا مصطلح قميء جدا، عانس لم تتزوج على الإطلاق. ما زالت هذه الفكرة موجودة لدينا حتى إذا كان لدينا قوانين، المجتمع نفسه يرفض. بص خليني أقولك على حاجة، إحنا قصة إنها أنا عايز أتجوز عشان الشرع أو عايز أتجوز علشان أحمي واحدة تأخر بها سن الزواج، أولا إحنا في مصر ما عندناش عنوسة، هذه كذبة كبيرة. في مصر عندنا نسبة الإناث في السكان للذكور 49% 51%، في بلد تعداد سكانها 100 مليون، فإحنا عندنا عجز ستات طبقا لبيانات التعبئة والإحصاء
أكتر من مليون ست عايزين نستورد ستات، لأنه الهرم السكاني في مصر عدد الإناث فيه 49، عدد الذكور فيه 51، فما عندناش عنوسة. لكن عندنا حاجة تانية، عندنا حاجة اسمها تأخر سن الزواج للاتنين، للولد وللبنت، للظروف الاقتصادية. فاللي هو يعني بيقدم نفسه على أنه منقذ للبشرية ومصلح اجتماعي وعايز ينقذ الستات الغلابة، طب نعمل إيه في الرجال؟ يعني يقدر يعمل ده بأنه يسهل الجواز على بنت وولد تقدم بيهم سن الزواج. طيب هل ده السبب الوحيد اللي الناس بتصدره على فكرة التعدد؟ لا، ده احنا عندنا أسباب أخرى، أسباب أكثر إنسانية، اللي هو إنقاذ اللاجئات. يعني لما حصل حالة اللجوء للسوريات في مصر، حصل هجوم على فكرة زواج من شابة أو سيدة سورية إنقاذا للاجئات، يعني هدف سامي عظيم. في الحقيقة احنا عندنا في مصر 5 مليون لاجئ ولاجئة من أصول أفريقية، يعني ليه ما أنقذناش السودانيات، ما أنقذناش الصوماليات، ما أنقذناش الغانيات؟ ليه بقى؟ لأنه في الحقيقة دايما ده غطاء للشيء مختلف تماما، هو شيء مفهوم استهلاكي للزواج. يعني فكرة ان انا بتعامل مع الزواج على انه متعة زي الاكل زي الشرب، مش بتعامل مع الزواج على انه كما جاء في القرآن عودة للنفس الواحدة اللي خلقها ربنا. فلو احنا مؤمنين فعلا بالقرآن كنا هنعرف اننا من نفس واحدة وربنا نفخ فيه من صورته، واننا الجواز هو حالة الاكتمال. يعني في الثقافة المصرية الشعبية القديمة اللي ما كانش فيها مبررات انتهازية كان يقولك ايه وانا باجي اتجوز؟ انا بكمل نص ديني. كان عندنا قناعة ان الجواز هو العودة الى حالة الكمال والاكتمال. هذا المنظور الانساني للجواز بيتراجع في مواجهة منظور مادي للجواز انه متعة، وبالتالي انا مدام قادر على ان انا اخد واحدة اتنين تلاتة اعمل اللي انا عايزه واغطيه بالمبرر اللي انا عايزه، مرة ديني، مرة عشان العنوسة، مرة عشان انقاذ اللاجئات السوريات، ونسيب المسلمات برضو الصوماليات والسودانيات وغيرهم مش مهم. لا، ده بيعكس انه ده حالة للمتعة ورؤية استهلاكية للجواز. نعم. خطورة الرؤية دي مش على الستات بس على فكرة، على الستات والرجال. طيب. لأنه لما بينتهي دوره هو الاستهلاكي هو أول حد بيدفع الثمن. ما حضرتك ذكرتي أمثلة الاستغناء عنه على ذلك، حتى وربما حتى خلال الحلقة سنتناول أمثلة أخرى من دول ثانية مثل المغرب مثلا، معنا عدة حالات منها. لكن جزيل الشكر، استمتعنا بحديثك يا أستاذة نهاد، السيدة نهاد أبو القمصان المحامية ورئيسة المركز المصري لحقوق الإنسان. جزيل الشكر. سريعا مرة أخرى إلى أحمد عبد الرازق لمتابعة الدائر في حوارنا إلكترونيا. أحمد أهلا بك يا محمد، حوار بالفعل ساخن وشيق أيضا. وكما شرت في البداية فحوارنا متشعب إن صح التعبير، ويمضي إلى زوايا متعددة، ويبدو أن ما قاله شيخ الأزهر بشأن تعدد الزوجات ما يزال يحدث أصداء متتالية. لكن كما شرت فإن مشاركينا هنا والذين يشاركون بقوة في الحقيقة وبجانب إبداء رأيهم فيما قاله شيخ الأزهر، فإنهم يسهبون أيضا في الحديث عن زوايا أو جوانب أخرى للقضية ربما لا يتسع لها الوقت. لكن سنتناول هنا 3 زوايا، أولها تلك المتعلقة برأي الناس أولا فيما قاله شيخ الأزهر وتوقيته، ثم زاوية أخرى تتعلق بمنطقية الجدل في وقت تحول فيه الضائقة الاقتصادية دون زواج معظم الشباب العربي زواجه الأول حتى، وفي النهاية إطلالتنا المعتادة على الجدل الدائر على تويتر بشأن القضية نفسها أيضا. كيف علق المشاركون عن تصريحات الشيخ الطيب؟ هؤلاء كثيرون جدا بالفعل محمد، والواضح أن حديث الشيخ عن هذا الموضوع كان قد فجر جدلا قويا بعد أن انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي. لكن المشاركين هنا في حوارنا يذهبون في اتجاهات متعددة بشأن ما قاله الشيخ. خذ منهم مثلا هنا ممدوح بيومي يقول: تعدد الزوجات لم يكن يوما ظاهرة في المجتمع، لكن الجدل هو محاولة للتغطية الإعلامية على أحداث أخرى عبر اختلاق حراك يلهي الرأي العام عن أولوياته. كما يقول علي زناتي: كلام شيخ الأزهر عن ظاهرة تعدد الزوجات صحيح، لأن معظم المآسي التي ظهرت في بلداننا العربية والإسلامية سببها تعدد الزوجات. كما يقول أحمد خالد سليم: أتصور أن هذه التصريحات هي نوع من التقرب للسلطة السياسية التي ترفع بعض الشعارات التقدمية، وخصوصا فيما يتعلق بالمرأة أو ما يخص المرأة، لتبرير توحشها واستبدادها. كما يقول
رمانة أدم يونس، ليس هناك دلالات غامضة في حديث شيخ الأزهر، فحديثه واضح وهو أن التعدد مقيد بشرط العدل، تقول فلماذا يتم تحريف كلام الشيخ كما تقول. حسين، حديث الشيخ ما هو إلا محاولة لحجب النظر عن المشكل الحقيقي والفساد المستشري في دولنا كما يقول. من تحدثوا عن منطقية الحديث في ذلك التوقيت في وقت كثير من الشباب لم يتزوجوا الأولى حتى. بالفعل محمد هذا واضح جدا، وأن هناك جانبا كبيرا تحدث في هذه الزاوية. يبدو أن كثيرين يرون أن التعدد لا يفعله إلا قلة في المجتمعات العربية، هم الميسورون، بينما الغالبية من الشباب الفقراء غير القادرين على الزواج لمرة واحدة. محمد منير مثلا يقول هنا بالعامية المصرية، هو الواحد عارف يتجوز واحدة لما يتجوز أربعة؟ هكذا يقول يتساءل. أسامة أرطول، التعدد واجب ومنطقي، ولكن في ظل الوضع الاقتصادي الحالي في معظم الدول العربية يصعب على الشاب الزواج للمرة الأولى، فما بالك بالتعدد؟ يقول رجاء السروراب سودانية، تقول حديث غير منطقي وليس هذا وقته، فمعظم دول المنطقة تمر بمرحلة قاسية وهناك أناس يموتون من القهر والمرض والفقر. تقول تكمل باللهجة السودانية، في ناس ما قادرت تتزوج الأولى وديل بيهرجوا في التعدد. صالح السومري، الزواج في بلدان الشرق الأوسط أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ومقتصرا على الميسورين وكذلك تعدد الزوجات، أما البسطاء فلا شأن لهم بالزواج. هذا تعبير واضح عن أن كثيرين يعني يرون أن الزواج المتعدد ربما فكرة بعيدة عن الشباب الغير قادر على الزواج الزوجة الأولى. تويتر، هل جاءت عليه تعليقات مختلفة؟ في الحقيقة محمد النقاش دائر على تويتر ولم يتوقف منذ تلك التصريحات الشيخ الأزهر. من هناك أقل تلك التغريدات، خالد قنديل، تعدد الزوجات ظلم للمرأة وانتهاك لحقوقها المميزة، وهو التفسير المنطقي لأنانية الرجل واستغلال نفوذه. يتساءل، هل للمرأة العربية الحق في أن تتزوج رجلين في آن واحد؟ حلال الجاك تغرد بالعامية السودانية أيضا، في السودان الكيزان لما شبعوا من نهب ثروات البلد وعاثوا فسادا تزوج كل واحد أربعة. تقول ياسين صدوقي يغرد أيضا، في البداية دعنا نتفق بأن تعدد الزوجات هو حق أقره الإسلام، قد أتفق مع الشيخ في أن هذا الموضوع يجب أن يقيد حتى لا نسجل كوارث إنسانية في مجتمعاتنا، أما نفيه بالكامل يقول فهذا لا يليق. عماد يغرد أخيرا في هذا الجانب، يقول شيخ الأزهر لم يأتي بجديد، فتعدد الزوجات في الإسلام مشروط بالعدالة وبأمور كثيرة، لكن تداخل الأعراف والتقاليد يقول ألبس بعض العادات لباس الدين، والتعدد في الإسلام لا يشمل الجميع الجمع بين الزوجات، لكن هناك من تموت زوجته أو تمرض أو يطلق ويكون لديه سبب وجيه للزواج بأخرى. سنعود يا أحمد إذا وردت آراء جديدة قرب نهاية الحلقة، لكن أنا الآن يجب أن أتوجه إلى الشارع المغربي على وجه التحديد. تجولنا فيه وسألنا من صادفناهم عن مدونة الأسرة وهي التشريعات التي تنظم هذا الأمر، وما إذا كانت يعتقد هؤلاء أن هذه المدونة أنصفت المرأة فيما يتعلق بتعدد الزوجات أم لا. الله سبحانه وتعالى شرع تعدد الزوجات، وكما كنتي عرفتي كان واحد النهار سيدنا قال لك حنا انا ما نحرمش ما حلل الله وما نحللش ما حرم الله. يعني المساله كتبقى غير مساله ديال الشخصيه ديال الانسان، لا هو كان بغى الاستطاعه ديالو، يعني مثلا بغى يتزوج بثلاثه او اربعه وبالاستطاعه ديالو باش راه حر في الشخصيه ديالو. المدونه نصفات المراه من هذه الناحيه ديال ولات كتعطي لراجلها الموافقه باش يتزوج عليها، ولكن مازال يعني خصها اعاده النظر بزاف ديال الحوايج، مازال ما نصفش المراه بزاف ديال الحوايج. طبيعه الحال مدونه الاسره انا كنشوف باللي راه نصفات المراه، حيت هي عندها الحق تقرر واش الراجل ديالها يتزوج مراه واحده اخرى ولا لا، حيت كاينين علاقات كتكون علاقه ما بين الرجل والمراه خص تكون في اطار الاحترام، فهمتيني؟ نظري انا هي ما نصفات لا المراه ولا الراجل، حيت كلاهما كل واحد فيهم عنده راي، فهمتيني؟ كاين راجل اللي ما توافقش مع المرأة وبغى وحده اخرى ويعني وبغى كاع يطلقها كاع ولا حاجه، وفي عاوتاني من ناحيه عاوتاني ظلم المرأة. المرأة فعلا كتعاني من واحد القساوه في جميع المسائل ديالها، سواء الشخصيات والعمليه،
Aujourd'hui, في نظري أن المدونة effectivement أعطت المرأة أنصفتها في جميع الحقوق ديالها سواء الشخصية سواء العملية. رغم جميع الإصلاحات ورغم جميع الحقوق التي يمكن أن يخولها القانون للمرأة، فهو زعما ما يوصلش لذاك الحد الأقصى بالدور اللي كتلعبه المرأة، الدور الكبير الذي تلعبه المرأة داخل الأسرة وفي المجتمع. هذه الآراء من المغرب، ومن المغرب من الرباط تحديدا نرحب كذلك بضيفتي عبر الأقمار الصناعية السيدة ليلى إميلي، الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية أيادي حرة. سيدة ليلى أهلا بك. أولا خلينا نبدأ من حيث انتهت هذه المجموعة من الآراء، فكرة مدونة الأسرة، وإلى أي مدى تعتقد أنها ضبطت الأمور أو ضمنت على الأقل تنظيما جيدا لها؟ هو فعلا كما أشرتم وكما كان في التصريحات أن مدونة الأسرة التي صدق عليها في 2004 كانت ثورة في المغرب، لأنه فيما سبق من خلال مدونة الأحوال الشخصية كانت مسألة التعدد مفتوحة على عواهنها، ولكن بعد المصادقة على مدونة الأسرة والتأكيد على أنه لابد أن يكون هناك تعدد مقيد بشروط في المادة 40 و41، بحيث أنه لا يمكن أن يفكر الشخص أنه بإمكانه أن يتزوج هكذا الأولى والثانية والثالثة والرابعة في غياب شروط محددة. ومن الشروط الأساسية التي تم التأكيد عليها إضافة إلى العدل الذي هو مذكور في القرآن، والله سبحانه وتعالى قد أكد عليه، وخصوصا لأن كان هناك جدل ونقاش بالنسبة للعدل، هل هو فقط عدل مادي أو أيضا العدل في الإحساس في التعامل في الحب، يعني كاين مجموعة من المسائل، لأن هناك من ربطها فقط بأن تعطي لكل واحدة شقة شقة مثل بعضهما، ولكن في التعامل وفي الحب وفي مجموعة المسائل لا يكون هناك عدل. وبالتالي يعني مؤخرا هناك نقاش. استمعنا لهذه النقطة، أحد المتصلين قال فعلا ما تفضلتي وذكرتيه، فكرة أن العدل واجب ومأمور به في الأمور المادية، لكن العواطف لا، من الصعب التحكم فيها. لكن الغريب أن بالرغم من مميزات مدونة الأسرة اللي أشرت إليها أستاذة ليلى، البعض يقول إنه بيتم التحايل عليها في أحيان كثيرة، كيف؟ فعلا هناك تحايل، لأنه من المفروض أنه لابد أن يكون هناك شروط التي تدعو إلى الزوج أن يتزوج. إذا كانت هناك زوجة مريضة مرضا مزمنا أو يعني وقع لها مشاكل في ذاتها لا تستطيع أن تلبي رغبة زوجها وغيرها، فمن حقه أن يثبت ذلك ويتزوج. وأيضا في حالة مثلا الولادة أو غيره. ولكن سوء الحظ هناك من يتحايل، خصوصا وأن مدونة الأسرة أكدت على مسألة أساسية، وهي أن الزوج لابد أن يخبر زوجته ويأخذ موافقتها. مسألة الموافقة في بعض الأحيان يكون هناك تحايل، إما من خلال في بعض الحالات لا تكون الزوجة على علم، بحيث هناك تحايل يذهب الزوج ويقول، خصوصا أنه بيت الزوجية يعطي عنوان آخر ولا يتم الاتصال بالزوجة لتؤكد أنها رافضة أو قابلة. هذه مسألة أولى. في مسألة ثانية هناك مشكل الهشاشة والفقر التي تعيش فيها المرأة المغربية، هناك ضغط يمارس عليها وعلى أولادها مما يفرض عليها أن تقبل، خصوصا وعندما أفتح هذا القوس، لأنه مسألة التعدد، وعندما نتحدث نحن كحقوقيات على الجهاد في الإسلام مثل ما هو وارد في القصاص، يعني عندما في عهد عمر يعني رضي الله عنه كان هناك رفض أن يكون هناك قطع يد السارق حتى لا تصبح لدينا فئات اجتماعية مشغولة التي يجب أن يشتغل عليها. عندما تحدثنا عن الاجتهاد في هذا الباب تعدد، من باب أنه العدل يجب أن يقاس، وأيضا الموافقة، ومسألة أساسية التي أكدنا عليها دائما، وهي إلى أي حد فعلا أن هذا الزوج يتزوج. لأنه فيما سبق لنربط مسألة التعدد بتأريخها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الفتوحات الإسلامية، صحيح. كان الزواج يعني عندما كان هناك تعدد من باب أنه نرى الأرامل، نرى الأولاد اليتامى، يعني كان هناك أرملة التي ستتعرض إلى مجموعة من المشاكل المادية والاقتصادية والاجتماعية. هل هناك تفكير فعلا في أنه الآن الذين يفكرون في أن يعددوا؟ هو يعني هذا يتقاطع كثيرا مع ما قالته ضيفتي قبل قليل، فكرة مع أصدقائي وصديقاتي، فكرة أن لهم
هل بامكانك ان تعد مع سيده لديها 70 سنه او 80 سنه؟ ايوه تمام. الذين يريدون ان يعددون يعني تطويع الامر لاهداف اخرى حتى اذا كان وهذا فيه حيف فكرة تطويع الأمر لأهداف أخرى حتى إذا كان الهدف الواضح هو التعدد لخدمة المرأة، لكن بيبقى عادة هناك هدف خفي كما قالت الأستاذة نهاد. أنت طرحت فكرة المجتمع يا أستاذة ليلى، سأعود لكي أناقشها بشكل أعمق، لكن خليني أرحب بمحمد أرجوكي، مصري متواجد في الإمارات. يا محمد أهلا بيك وتفضل. أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيك. انا سمعت الحوار، هو للاسف انا يعني الشيخ الازهر كان بيتكلم صح، ان التعدد ما بين التعدد الزوجات فيه ظلم للمراه في حاله عدم العدل، بس انا مش عارف ليه كل اللي اتكلموا ما قروش بدايه الايه. الايه بتتكلم عن اليتامى، وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، وبعدين بيقول بعد كده وان خفتم الا تعدلوا فواحده. في شرطين للتعدد ربنا قال عليهم، ان لازم يكون في يتامى، يعني الانسان يتزوج من الارمله، طبعا ما حدش يقدر يتجوز يتيمه لانها تبقى قاصر، الزواج من الارمله اللي عندها يتامى ده الزوجه الثانيه، ولازم برضو يعدل ما بين الزوجه الاولى والزوجه الثانيه، ده لازم شرطين مش شرط واحد. الناس كلها بتتكلم على العدل لكن نسيت اول الايه، ما اعرفش ليه كل نفس يعني كلنا ثقافه واحده. الناس تقرا اول الايه بيتكلم على القسط باليتامى، يعني ارامل يعني الآن تعتقد ان العدل المقصود هنا هو عدل مادي فقط ولا عدل مادي ومعنوي؟ عدل في كله مش هل من السهل هل من السهل ان تحقق عدل في كل شيء؟ صعب جدا، ما عشان كده ربنا قال انه هو ولن تعدلوا ولو حرصتم، يعني الاكثر من الحريص هو اللي هيقدر يعدل. احنا بننط على الايات، التعدد مش جاي عشان متعه الراجل ولا ناخد الست كمتعه، التعدد ربنا بيحل مشكله اجتماعيه، ان يبقى في ارمله وعندها ايتام وانا مش عارف اراعي الايتام فبتزوج الارمله كزوجه تانية. بس هناك حالات اخرى، يعني كما قالت حتى ضيفتي هنا، يعني اذا كانت الزوجه مريضه مثلا او لا تنجب. الكلام ده مش موجود في القران. الكلام ده مش موجود في القران. القران بيذكر التعدد في حاله وجود يتامى، ما قالش لا مريضه. لان طب افرض ان الزوج مريض، زوجته تسيبه يعني وتروح تجيب واحد بيجيب لها فلوس وده ما هو يحق لها اذا ارادت، هو الفكره يحق لها ولا يعني لا؟ يعني ممكن تتجوز عليه يعني ما ينفعش ده، لا مش عليه يعني يحق لها ان تنفصل وتتزوج. لا ما انا فاهم، بس ما ينفعش ان انا اظلم الست انها تبقى مثلا بقول لها انت عيانه وانا بقى عايز المتعه فاروح اجيب واحده صغيره وبعدين اقول لها مش قادر اعدل لان دي صغيره وانت كبيره. ما ينفعش الكلام ده، ربنا طيب. ما قالش كده. محمد شكرا جزيلا على المشاركه، وقبل ان اعود الى ضيفتي خليني ايضا استمع لراي اسيا ارجوك. اسيا من تونس تحديدا، وتونس يا اسيا اعتقد لها تجربه مختلفه تماما، يعني تجاوزت او قفزت فوق كل ذلك من ما يزيد عن 60 عام تقريبا، وهناك تجريم مباشر او منع مباشر بالقانون لفكره تعدد الزوجات. هل هذا هو الحل؟ لأن لاحقا ما بعد الثورة الأخيرة كان هناك مطالبات أن يعاد النظر في هذا القانون. فعلا يعني تونس تجاوزت هذه المسألة. أنا شخصيا يعني كنت أتمنى أن لا يكون يعني نبحث عن جنس الملائكة نحن في هذا الصدد، وأن نبحث عن ما يمكن أن يفيد مجتمعاتنا. يعني مجال الأحوال الشخصية في زمن أول رئيس للجمهورية بعد الاستقلال يعني كانت حاسمة في هذه المسائل، وأعتقد أنه لو أن بورقيبة تردد ولم يقدم على تقنين هذه المسألة يعني يعني إلغاء تعدد الزوجات لما كان بالإمكان بعد ذلك يفرضوا في مجتمعات اللومة يعني تبحث في كل شيء وتتاجر بالدين وتجعل منه موضوع سنترة بعيدا عن كل الفكرة الأهم وهي العدل. يعني كيف يمكن أن نتخيل أن الله الذي خلق هذا الكون من حولنا وجعل بين كل هذا الحب يمكن أن يكون أن لا يعدل بين خلقه؟ يعني أنا فعلا يعني أعجبني المتدخل السابق لأنه هو الأقرب إلى المنطق إلى العقل البشري، إنه هذا الأساس في هذا الدين وهذا
الذي يتخذه الكثيرون يعني تجارة مربحة هو الحد بين البشر. هل يعقل مثلا أن ترمي المرأة زوجها لأنه مريض أو لأنه عاجز أو لأنه مسن؟ طيب بس هو العدل لا يعني المنع يا آسيا، نحن أمام فكرتين الآن. لا يعني لا خلينا واضحين، خلينا واضحين. نحن نغرق ونبحث في جنس الملائكة، ونحن يفترض بنا أن نبحث اليوم عن قضايا مهمة، عن المعارف، عن يعني نسمع اليوم عن شباب تلاميذ في المعاهد يصنعون طائرة ويتنقلون بها، نسمع عن أمم تقطع يعني تسبقنا بمسافات فوقية في مجال العلوم، في مجال المعارف، في مجال حتى التنظيم الاجتماعي، في مجال العدالة، في مجال في كل المجالات يعني. واحنا نبقى يعني العقول المحمطة نبحث عن تفسيرات يعني هي تخدم بعض الفئات ليس اكثر، هي من تهيؤات وتصورات متنفذين، دعنا نقول ذلك، ممن يعني جعلوا من الدين مطية، ممن جعلوا من تفسيراتهم الذاتية بما يتناسب مع اهوائهم، بما يتناسب مع حساباتهم، بما يتناسب مع احلامهم في هذه الحياة. وهذا ولكن المرأة هي في نهاية المطاف هي ليست يعني هي إنسان قبل كل شيء، هي عقل، هي مفكر، هي قادرة على أن تسير، هي قادرة. ننظر اليوم إلى قيادات نسائية في الغرب، إلى ميركل ماذا تصنع، إلى باشتي ماذا صنعت في بلادها، إلى غيرهن يعني. هذا هو المفترض الذي يجب أن نبحث عنه. طيب آسيا شكرا جزيلا، بالرغم يعني من كل ما ذكرتيه لكن تبقى هذه القضية أيضا ربما مؤثرة اجتماعيا بشكل كبير، وكما ذكرنا حتى في البداية هي لا تؤثر على المرأة فقط ولا الرجل فقط، حتى هناك أطفال أيضا ما بين الاثنين، لذلك هذه القضية مهمة جدا. وأعود بالعامل الاجتماعي يا أستاذة ليلى إليك مرة أخرى، لأن كثيرون تحدثوا أن حتى إذا كان هناك ضبط للقوانين المجتمع نفسه قد يدفع باتجاه لا تريد المرأة، سواء من المرأة لامرأة أخرى ذاتها أو من أسرتها أو المحيط لها، أعباء اقتصادية أو حتى أعباء اجتماعية، مما يجعل تجاوز فكرة التعدد هذه أو حتى ضبطها مستحيلا أحيانا كثير. هو لا يمكن أن نتحدث على أنه تصبح مستحيل، ولكن نحن كحقوقيات يعني دائما نبحث عن بدائل ونبحث عن اقتراحات عملية. مثلا على سبيل المثال الحد، هناك من يتحدث الآن عن مشكل العنوسة في صفوف النساء، ولكن الأساس وما كان سائدا فيما سبق هو أنه الذكور عندما كانوا يتحملون مسؤوليتهم داخل مجتمعاتهم، مثلا التجار كان لديهم يشغلون لديهم شباب ويدفعونهم للزواج، وبالتالي لأنه نجد بأنه الزواج ما بين الشباب والشابات قليل جدا في المغرب، لأنه مشكل اقتصادي محض، مشكل بطالة. إذا كان هناك فعلا مسألة تضامنية ونحن كبلد إسلامي وأن نفكر فيما بعضنا البعض، كان فيما سبق يفكر هذا الرجل يعني يفكر أن يزوج ويشغل هؤلاء الشباب معه ويتزوجون، وهكذا نقضي على العنوسة ونقضي على المشاكل الاجتماعية. إذن لابد أن نفكر في مسائل عملية. أما ما يطرح الآن، لأنه فعلا هناك ما هو أهم، يجب أن نقضي على البطالة وعلى الهشاشة والفقر، في حين نجد أن هناك من يترافع ويقول بأن التعدد، أقول لكم بكل صدق لقد أنا أشتغل في مكان حيث توجد نساء ورجال يتحدثون عن التعدد ويدافعون عنهم، ولكن في الكواليس عندما نطرح عليهم السؤال هل تسمحين يا سيدتي زوجك أن يتزوج عليك، ترفض. وأقول يعني للسيد هل تسمح لرجل أن يتزوج على ابنتك أو على أختك، يقول بالنسبة لابنتي لا، ولكن في إطار محاربة العنوسة والهشاشة والفقر فيجب أن يكون هناك تعدد. يعني فكرة ازدواجية المعايير، وهذا بيصب للمجتمع يا أستاذة ليلى أيضا طبعاً. نقطة المجتمع. خليني أسمع رأي سميرة طبعاً. وأعود إليك سريعا جدا يا سميرة، تفضلي. سميرة من الأردن، مساء الخير، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا، يعافيكي، أهلا وسهلا. للأسف مشكلة التعدد يعني صارت هي من الأحكام الدينية اللي عم تصبح مطاطة، يعني المجتمع بيحورها حسب المزاج وحسب المقاس، هي إلها شروط وإلها أحكام وإلها ظروف زي ما تفضلوا الضيوف اللي كانوا قبلي. ممكن أنا بدي أركز على نقطة يمكن ما طرق لها بالحوار، إنه مسؤولية المرأة نفسها،
يعني المرأة نفسها لها كتير دور. هلا خلينا ننسى انه في مثلا رجل مقتدر وقادر انه يتزوج في ثانية مثنى وثلاث ورباع، هاي الآية اللي الرجال كلهم حافظينها عن ظهر قلب ودائما برددوها، بس في مسؤولية كتير مهمة للأم. أمه مثلا موجودة، أمه ممكن تشجعه أنه يتزوج على زوجته مثلا حتى تكسر راسها أو تقهرها أو تذلها. هاي كتير عم بتصير في مجتمعاتنا، خصوصا في المجتمعات اللي خلينا نقول البسيطة شوي. في كمان الزوجة الثانية، الست اللي بترضى أنها تكون زوجة ثانية مدام الرجل عايش حياة سعيدة وزوجته مو مقصرة معه ولا بأي شغلة، هي كيف ترضى أنها تكون زوجة ثانية؟ المرأة نفسها عليها مسؤولية كتير كبيرة. هذا الموضوع برضو لازم يتناقش وياخد حقه كمان. طيب. وكمان المجتمع يعني بقول لك أنا برضاها ل يعني اللي برضاها لبنتهم بس ترضاها لكنتها عادي، ما في مشكلة عندها أبدا. طيب سميرة شكرا جزيلا، خليني أسمع تعقيب سريع على كل النقاط المهمة اللي ذكرتيها من الأستاذة ليلى في الوقت المتبقي، إذا كان لك تعقيب يا سيدتي. فعلا لدي تعقيب، لأنه أنا أشكر يعني كل مداخلات أظهرت بأنه لقد تجوزت فكرة التعدد وأن تصبح مسألة أساسية ومهمة، في حين ما هو أساسي هو أن يكون هناك حل. لأنه عندما تحدثوا عن العدل، عندما نتحدث عن الظروف، عندما نتحدث عن مجموعة مسائل، إذا لم نستوعب كلنا ذكورا وإناثا، وأشكر المتدخلة الأخيرة لأنه قالت بأن المرأة لديها دور في تربيتها لأبنائها. لدينا نحن كنساء دور في تربيتنا لأبنائنا من أجل الاحترام. لا يمكن أن تبنى سعادة أسرة على نقيض أسرة أخرى. لا يعني لا 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 أظن بأن هناك، لأن هناك من يقول لدي أربع زوجات ويعيشن في بيت واحد وهن سعيدات كل السعادة والأطفال في هذا الزمن. حتى البعض يقول حتى إن تظاهروا بذلك ربما تحت الطبقة العليا سيكون هناك الكثير من المشاكل. أنا أقول أستاذة ليلى شكرا جزيلا يا عزيزتي على التواجد معنا، وللأسف الوقت انتهى تقريبا لكن سعدنا بوجودك. الأستاذة ليلى إيميلي الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية أيادي حرة من المغرب. الحديث سيتواصل على راديو بي بي سي، معي أنا محمد عبد الحميد، بعد قليل تابعونا.